علينا. لا خرعت اقول ما علينا. ابشركم يا جماعه شغالين الان، بدينا في كتابه مواضيع سوار شعيب. طبعا كتابه سوار شعيب في ناس عبالها مسهلات، يجيب ضيف تكلم بين موضوع السلام عليكم وخلص خلص. لا، كتابه مواضيع سوار شعيب تمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى اول شيء نختار 24 موضوع، بعدين صفيهم ل 12 موضوع، بعدين ال 12 موضوع اللي نختارهم نطلع من كل واحد ثلاثة أمثلة. حلو، ثلاثة أمثلة. عقب ما نطلع ثلاثة أمثلة يصير عندنا 12 موضوع ضرب ثلاثة، هذيل الثلاثة نقعد نصفيهم ناخذ أفضل مثال. أفضل مثال اختيار المواضيع ال 24 اللي بالبداية ثلاث أربع خمس اجتماعات، يعني تاخذ لها شهر القصة على ما تخلص الطاولة. بعدين تعال اختار مثال عن كل واحد وصف، تاخذ لها شهر لا طوال ساكن كنسل تطولنا كنا. الحمد لله الحين خلصنا مرحلة ال 24 صغرهم إلى 12، هذه الحين عديناها، الحين ندش بالأمثلة. حلو معاك. وطبعا إذا احنا خلصنا الكتابة خلصنا كل هذا اخترنا 12 عنوان، تعال اختار ثلاثة ضيوف لكل عنوان يفوز منهم واحد. تعال الحين شو اسمه، في وايد جاي يسوون توك شوز، قاعد أعلمهم طريقة سر من السر. استالون استالون يا يما أنا أحب استالون. المهم اخترنا ضيف، قلنا هذا ضيف هو الناجح، شو نسوي؟ يبدأ البحث عن كل شيء له علاقة في هذا الموضوع وهذا الضيف مع بعض. بحثنا، رتبنا المادة، كل شيء تمام. عيون الناس اللي دمهم خفيف شو يسوون؟ يزرعون نكت على النص كله. تخلص من زرع النكت والهذا وخلصنا، يجيك السبونسر، تعال وين تبي تعطني اعلاني، وين ادفع لك فلوس انا، وين الفريق هذا مال النكت يمشي؟ اي فريق مال السبونسر. ويون يزرعون اماكن السبونسر وهكذا. طبعا هذه العملية مو قالوا تعال يلا خلص، لا في ايميلات وفي موافقات وكلها لازم تكون مكتوبة وموثقة وكل شيء عشان اللي غلط يتحاسب. ويلكم. خلصنا من الكلام هذا، شنو الكلام اذا خلصنا من هذا تعال حط جدول التصوير. مولات التصوير يقول متى نحط تصوير الاحد هذا؟ لا شعيب مسافر. نحط الاثنين؟ شعيب عنده اجتماع الصبح. خلاص زيت التصوير بالليل ورتب على الاساس. شعيب اوكي يلا الضيف وين الاسبوع الجاي؟ الو شعيب خلاص غيرنا جدولك، التصوير مو الاسبوع، الاسبوع الجاي الضيف جاي. وكل مره كذي المشاهد التمثيلية شلون؟ والله شعيب بيطلع بالمشهد بيطلع، اوكي متى فاضي؟ فاضي اليوم. الباقي الممثلين لا والله بعد ثلاث ايام. وغير موعد التصوير، غير. نفترض صورنا وكل شيء تمام، تودي هذا الميموري هذا حق المونتاج، تعال شوف موعد المونتاج. يعني ما المونتاج تلو كبده، غير الشغل الثاني اللي بيده بيك بيقعد ويا اللي كاتب المحتوى واللي باحث والمقدم والضيف يراجع، كل الدنيا كل واحد بيعدل من صوب. وسهر ويداوم زيادة مسكين، وهذيلاك يسرون وياه وكل واحد يبي يعدل فقرته وكل واحد يبي يغير. بعدين ندز الحلقات حق ناس سريين ما نقول عنهم. منو هذيلا؟ عندنا ناس سريين بجدة وبالرياض والشرقية والدوحة والإمارات والبحرين وعمان. منو هذيلا؟ هذيلا قربوا شوي. هذيلا الناس ما يعجبهم العجب، كل مرة ندزهم الحلقات وناخذ انتقاداتهم. نسوي فيهم هذيلا؟ تقربون تشيكم بعدين. هذيلا طال عمركم ناخذ منهم الانتقادات المشتركة، إذا شفنا شيء بينهم كلهم مشترك نقول ها دام كلهم مشتركة يبقى قربه. وش فيكم انتم مثل أخوكم؟ مو كلكم مثل أخوكم بس ما تقربون وايد، بس ايه تدورون تدورون. المهم من هذيلا يلاقون شيء كذي مشترك بينهم، معناته في شيء غلط بالحلقة إذا الكل هذيلا اشتركوا فيها، فنبدأ نعدل. عقبها تنزل الحلقة. بس هذا اللي يصير يا جماعة، بس طوالة ما بعدها طوالة، شغل ما بعدها شغل، لكن احنا نحب شغلنا ومستانسين فيه جدا جدا. بالمناسبة اتمنى التوفيق للزملاء الاعزاء انه نبيل، حمد قلم، مروان بن حسين قاعد تسوي مقابلات، كل من عنده توك شو. نحب نقول لكم احنا ناطرين برامجكم، نستفيد منكم، نتعلم منكم ان شاء الله، وننافسكم بحب، يعني بحب. اللي يسأل عن هذه البرامج نهى نبيل وحمد قلم، برامجهم في الراي توك شوز اتوقع راح ترد قريبا. روان بحسين عندها مع شركة برنامج على اليوتيوب. اتمنى التوفيق للجميع متابعيني الاعزاء،
جهزوا صحونكم، قاعد نطبخ لكم طبخة كبيرة لشهر فبراير المقبل.